صباح الورد، صباح الجمال، صباح كل حاجه حلوه. النهارده يوم جديد وحلقه جديده من مطبخ لايف مع منى ياسين. النهارده بقى حلقتنا سهله ولذيذه واقتصاديه في نفس الوقت. لو منيو عباره عن بتاعنا عباره عن ايه؟ جراتان بطاطس وبالبشاميل، وهعمل رز معمر، حاجه كده لطيفه وخفيفه. يلا بينا ننزل بالمنيو بتاعنا بالرز المعمر. هنعمل الاول المقادير بتاعتنا. الرز المعمر عباره عن ايه؟ كوبايتين رز، كوبايتين ونص لبن، لبن سخن، نص كوبايه ميه، معلقه صغيره ملح، 3 معالق سمنه، معلقتين زيت. مقاديرنا اقتصاديه جدا النهارده لاي ست بيت. يلا بينا نبدا الاول نشوف نعمل ايه. اول حاجه لازم نسخن الطاجن بتاعنا في الفرن، بعدين ليه بقى؟ عشان ما اجي انزله نزل فيه المقادير كلها تبقى معايا جاهزه ويستوي معانا بسرعه اسرع. تمام كده. طب انا هنا حاطه لتر حليب يغلي هنا على النار معايا، تمام، وهنا كوبايتين رز مغسولين ومتصفيين من الميه، وهنا المعلقتين 3 معالق سمنه، وهضيف هنا معلقتين زيت. اول حاجه هنزل بالرز، بسم الله، وهنزل هنا بالسمنه، معلقتين الزيت. طب ايه فايده الزيت هنا معايا؟ الزيت هنا بيخلي الرز مفلفل ومبقاش معجن كده في وقت ما بيستوي. هضيف بس معلقتين. الرز المعمر بتاعي النهارده عاملاه اقتصادي جدا لاي ست بيت بقى متوفر معاكي، مثلا مش عندك قشطه، مش عندك كريمه، لا باي اقل مقادير عندك تشتغلي بيها. تمام كده. هضيف هنا ملح، معلقه صغيره ملح، ما نكترش الملح في الرز المعمر عكس الرز من العادي اللي بنيجي نضيف مثلا معلقه كبيره ملح على الرز اللي هو بنسويه على البوتاجاز، لا ده الرز المعمر ما بيحتاجش ملح كتير، يعني هي بس معلقه صغيره، وبعدين هندخله الفرن كده. خلاص اللبن بتاعي غلي، واقلب هنا الرز بالسمنه، وهضيف كمان اللبن المغلي. لازم هنا اللبن يكون سخن معايا مش بارد، بسم الله، ويفضل اللبن يكون لو اتباع في هو عند اللبان هو السايب مش المعلب، ده بيديكي نتيجة أفضل. طب أنا هنا هضيف مية للرز. ليه هضيف مية؟ علشان لما تضيفي لبن بس على الرز المعمر بيديكي ندغه كده مبقاش لطيفه، الميه مع اللبن بيخلي الرز يستوي معايا كويس. فانا هضيف هنا في حدود نص كوبايه مش كتير، وعاير برضو الرز شوف محتاج ميه ولا لا. طبعا سوى الميه بمقام عقلتين الصباع. تمام كده، اوكي. هضيف بس سنة مية بسيطة وهدخله الفرن. كده الوصفة بتاعتنا الأولى خلصت، هيدخل الفرن. أنا مشغلة هنا فوق وتحت عشان أنا عايزة الوش الأولاني ياخد، بس الطبق الأولاني ياخد وش، وبعد كده لما ياخد وش هدي النار أخليه يستوي معايا. تمام كده؟ كده خلصنا طبقنا الاولاني. تعالوا نشوف الطبقنا التاني ايه عباره عن ايه. نشيل ده كده. جراتان البطاطس. طيب. بطاطس حلقات ولبن وزبده ودقيق وبيض وملح وفلفل اسود وجوز الطيب ومكعب دجاج. واضيف كمان هنا تريكه برضو حلوه، في بتدي في البشاميل معلقه صغيره بيكنج باودر،
ليه البيكنج باودر؟ هقول لكم احنا بنشتغل من الخطوات كده، هقول لكم ليه بنحط بيكنج باودر ليه على البشاميل. ها تمام. عشان ما تسوى. انا هنا حاطه البطاطس في الميه، طبعا احنا عارفين البطاطس ما تحطش الميه بتسود، فانا حاطه الميه هنا في البطاطس عشان ما تسودش معانا. هصفي الميه ونرجع نكمل الخطوات بتاعتنا. القصه بتاعتنا استنى نسيت. طب مش هيك الوصفه بتاعت الجراتين دي جميله جدا، وانا عاملاها النهارده اقتصاديه عشان برضو لو مش متوفر معاكي بقى جبنه، جبنه موزاريلا، كريمه، الحاجات دي. تمام كده. انا ابهر هنا البطاطس معايا، بحط هي فيها ملح وفلفل اسود. تمام كده. انا محتاسه دي مش عارفه. طيب اوكي، هضيف هنا ملح وهضيف كمان بهار لحمه. وفلفل اسود. تمام كده. وكمان هضيف كمان رشة جوز الطيب، بتدي تيست حلو قوي فليفر معناها صح. تمام. ونقلب مع بعض وبعدين هركنها ونعمل مع بعض البشاميل. طب نطلع فاصل ولا ايه بالظبط؟ اوكي. انا هنا حطيت حلة هضيف معاها البشاميل. انا لازم اطلع فاصل عشان في حاجات مش مجهزة معايا. اوكي اطلع فاصل ونرجع تاني نكمل بقية الوصفة بتاعتنا. ورجعنا تاني من الفاصل، ما عملتش اي حاجة خالص. انا حطيت حلة زي ما قلت لكم، وبعدين هضيف هنا زيت، يعني في حدود معلقة كبيرة كده زيت او معلقتين، وبعدين هنزل بالسمنة او الزبدة المتاحة عندك. انا هنا هنزل بالسمنة بالشكل ده كده. وهنزل في حدود معايا من 3 ل 4 معالق دقيق. نعلي شوية. تمام كده. هنزل هنا بالدقيق لو حسيتي ان الحله سخنت معاكي قوي، ارفعي الحله من على النار عشان الدقيق ما يتحرقش معاك وياخد لون. انا هنا مش عايزه الدقيق ياخد لون، عايزاه بس يطلع منه الرطوبه وفي نفس الوقت يبقى لونه فاتح معايا مبقاش غامق بالشكل ده كده. بالشكل ده. تمام. بالشكل ده. وهنزل باللبن في حدود معايا مثلا نص لتر مثلا لبن او اللتر لربع كده، يعني حسب المتاح عندك. وهنزود بالميه. وبرضو هقلب على النار بعيد عن النار خالص علشان ما يكلكعش معايا. وهنزل هنا بالميه. زي ما قلت لكم انا عامله البشاميل
اقتصادي جدا، ولا حاطه كريمه ولا حاطه لبن ولا حاطه قشطه ولا اي حاجه خالص، مكتفيه باللي هو بالدقيق وسمنه فقط لا غير. وبعدين هرجع هنا بالبشاميل تاني على النار، ونشوف كده معانا القوام عامل ازاي. لقيته خفيف ممكن بقى، لقيته خفيف مثلا على النار مثلا احط شويه دقيق تاني على النار واشوحه، وبعدين انزل بيه على البشاميل. لقيت قوامه تقيل هزوده بقى باما ميه اما لبن معايا مع بعض. انا هنا عايزه طعم البشاميل بتاعي، هضيف عليه جوز الطيب تمام كده، وهضيف فلفل اسود مش كتير عشان برضو ما يغمقش معايا، ورشه بسيطه ملح. طب كده البشاميل اهوت معايا قوامه بيتقل معايا اهوت بالشكل ده كده، بياخد القوام بتاعه. تمام كده. طيب في حاجة بقى في حاجة هضيف عليها بيكنج باودر البشاميل. ايه فايدة البيكنج باودر هنا في البشاميل؟ بيخلي البشاميل كريمي ومبقاش مكلكع كده، حتى لو البشاميل بات معايا لتاني يوم يبقى قوامه كريمي نفس الاول يوم ما جه عملت فيه الطبخه بالظبط. فانا هضيف هنا في الاخر خالص معلقه صغيره بيكنج باودر، بس انا هخليه يهدى شويه وبعدين هضيف عليه البيكنج باودر كده. تمام اهوت قوامه بيتقل معايا، محتاجه سنه بسيطه ميه، ومع بعض برضو نشوف القوام بتاعه. هرص هنا البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. وبرضه ما ننساش ان احنا حاطين البشاميل على النار لازم ايدينا فيه عشان ما ياخدش لون ويتحرق من القاع. تمام كده. وانا لو عايزه افك حاجه ينفع؟ ايوه من اقول لك مش كده وقفت. تمام. وحاطين هنا البطاطس في الطاجن، وبعدين هنضيف هنا كمان حاجة حلوة قوي، مرقة مكعب دجاج. يعني نص ساعة. وهضيف هنا خلاص تعالي. هضيف هنا مكعب دجاج بيدي تيست حلو قوي في البشاميل بالشكل ده كده. كده بص القوام البشاميل معايا اهوت بقى كريمي مش مكلكع ولا اي حاجه خالص. طب هنا لو البشاميل مثلا كلكع معاكي هنعمل ايه؟ البشاميل لو كلكع معاكي في الخلاط اضربيه في الخلاط في شفشق الخلاط هيرجع قوامه كريمي تاني معايا. تمام كده. تمام. طيب انا هنا هضيف في البيكنج باودر زي ما قلت لكم معلقه صغيره بيكنج باودر، بس طبعا لازم ارفعه من على النار هنا علشان ما يفورش معايا. بالشكل ده شايفين؟ اول ما حطيت البيكنج عليه عمل فوره كده. خلاص البشاميل بتاعي خلص، هضيفه هنا على البطاطس. بالشكل ده.
الوصفه بتاعتنا دي سهله جدا ومش بتاخد معايا وقت، واقتصاديه زي ما قلت لكم، اقتصاديه جدا لاي ست بيت. طب انا هنا مش عندي جبنه زي ما قلت لكم، هخليها اقتصادي، فانا عايزه الوش بتاع البشاميل يحمر معايا، هعمل ايه؟ نضيف، هقول ثانيه واحده، نمسح الطاجن بتاعنا كده الاول. خليه متغلي كده بحيث ان البشاميل ياخد كل حاجه، ينزل للقاع بالشكل ده. انا هنا عايزه الوش بتاعه يحمر زي ما قلت لكم، هضيف هنا بيضايه بتدي لون حلو، لون جولد كده في السوا. هضيف بس عليها رشه ملح بسيطه، واضيف كمان رشه فلفل، ونربها وننزل بيها على البشاميل. بالشكل ده فايدة البيض هنا هيدينا لون زي ما قلت لكم. لو انت بقى عندك جبنة اوكي، شيء كنسل البداية وضيفي الجبنة. لسه كنت هقول والله ما انا قلت طيب انت بقى ما عندكيش جبنة. طيب في هنا بيسألوني في السؤال في الكنترول، بيقولي مثلا لو مفيش هنا بيض نضيف ايه؟ لو مفيش بيض عندك، مفيش جبنة عندك، معلقة صغيرة صلصة طماطم تحطيها على وش البشاميل، هيديكي برضو نفس النتيجة بتاعت البيض. تمام كده، كده خلصت خلاص الطاجن بتاعي ويدخل الفرن. طبعا مش هياخد معايا وقت عشان طبعا البطاطس رقيقة جدا، فهي كبيرة قوي، ربع ساعة هيستوي معانا او تلت ساعة بكتير. تمام كده هيدخل الفرن. طبعا انا هنا مولعه الفرن على اعلى درجه زي ما قلت لكم، حاطه هنا برضو البشاميل. بص شيء، انا عايزه اوريكم الرز المعمر، جايب هنا معايا، هيجيب شايفين شكله؟ اقرب شويه، تمام. تمام، لا اخليه شويه كده يعني. كده هدخل البطاطس في الفرن. طيب هنا الرز المعمر خد وش، بس طبعا لسه ما استويش، فانا هغطيه بغطا او ورق فويل بحيث ان رزي معايا بيستوي ويبقاش ني معايا. تمام، هدخل، هيطلع فاصل وندور على حاجه ونرجع تاني ولا ايه؟ نكمل؟ اوكي تمام. لا هو كده يعتبر ما فيش، بس ممكن نبدل حاجه يعني. طيب هنطلع فاصل، هنطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعت لكم تاني من الفاصل. تعالوا بقى نعمل مع بعض بسكوت اقتصادي حلو قوي، بسكوت بالبرتقال. يلا نشوف مقاديره عامله عباره عن ايه. كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بشر برتقال، بيضايه، فانيليا. مقاديرها سهله وجميله حلوه قوي. ومعاكم المقادير هنا على الشاشه اهيت لو تصوروها. هقول لكم تاني المقادير، عباره عن كوبايه ونص دقيق، نص كوبايه سمنه، نص كوبايه سكر، معلقه صغيره بشر برتقال، بيضايه، فانيليا. الفانيليا اختياري مش اساسي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انت ليش مطيه عليه غطيه؟ يلا بينا نشوف هنعمل ايه. المقادير دي ولا محتاجه خلاط ولا محتاجه مضرب، ولا محتاجه يعني بالشوكه بالويسك مضرب يدوي، يعني هتعمل معاكي احلى بسكوت.
هحط هنا الاول سكر البودر نص كوبايه، نص كوبايه سكر بودر، وهضيف كمان السمنه، ممكن تضيفي سمنه وزيت او زبده وزيت او زبده وسمنه اللي انت عايزاه حطيه. انا هضيف هنا سمنه وهضيف كمان معلقتين كبار زيت. مقادير البسكوت دي حلوه قوي واقتصاديه، مش محتاجه ادوات تشتغلي بيها. نقلب حتى هنا بالمعلقه او بايدك، يعني انت عايزاه بقى تشتغلي بيه عادي. لغايه بس ما السكر يمتزج في السمنه، يختفي معنا صح يعني بالشكل ده كده. وبعدين هضيف هنا البضايه، واخلط كويس. بالشكل ده كده. طيب انا هنا عايزه اضيف قشر برتقال، طبعا يا اما نعمله بالسكينه، بس خلي بالك نيجي نعمل البرتقال ما نجيبش الطبقه البيضة عشان ما يتمررش معايا، فانا هحاول اقشرها بسيط جدا علشان ما تضيع، بس يدي تيست طعم البرتقال، بس الافضل طبعا تبشريها. حاجه تانية ممكن برضو نبشرها اهي كده اسرع بالشكل ده. تمام كده اهو، وقلب هنا الخليط. وهنزل هنا بكوبايه ونص دقيق، واضيف عليها معلقه صغيره بيكنج باودر، طبعا احنا ما ننساش الفرن. حاطه هنا برضو الرز المعمر وجرتين البطاطس، وهنزل هنا على الخليط بالشكل ده. طبعا احنا عارفين ان البسكويت او البسكويت مثلا ما ينفعش يتعجن فيه، يدوبك بس الم الخليط معاه، الم العجينه بس مش عجن. لو حسيتي ان العجينه ماسكه شويه هتزوديها يا اما معلقه لبن او معلقه برتقال، بما ان احنا عاملين البرتقال، بس طبعا انا مش هضيفها حاجه الا لما اشوف قوام العجينه عامل ازاي كده. لم بالطريقه دي طبعا كل دي بيختلف على التاني، في دي بيحتاج سوائل كتير وفي دي لا، في دي بيحتاج بيكتفي بالمقادير اللي انتي منزليها بس. تمام كده. طب عايزين نشوف العجينه كده كويسه ولا لا، نشكلها كده، هي طبعا محتاجه سوائل. بصي لو شقت بالشكل ده كده العجينه دي محتاجه يا اما سمنه يا اما معلقه سوية زي مثلا لبن او برتقال. تمام، فانا هضيف لها طبعا احنا عاملين بسكوت برتقال، فانا عايزه اضيف بس حاجه بسيطه كده. تمام كده، ونقلب تاني ونشوف لو كانت محتاجه تاني ولا لا.
حلو قوي كده. كده العجينه بقت لمت معايا وبطاريه في نفس الوقت، وفي نفس الوقت فيها تلزيقه لا تذكر. بالشكل تاني نجرب تاني واحده. شايفين اهي ده شكل العجينه مش مشققة من جناب. طيب هنا هجهز معايا البسكويت، بس طبعا نشوف الفرن الاول. لسه البطاطس ما خدتش لون. هنجيب صينية نعمل فيها البسكوت. طبعا ممكن ندهن الصينية دهنة بسيطة قوي من الزيت او سمنة علشان البسكوت ما يلزقش معايا. وطبعا احنا هنا حط حاجات في الفرن لسه طبعا ما استوتش، لسه الرز زي ما قلت لكم خد لون بس لسه ما استواش، دخل في السوا. اما البطاطس لسه طبعا ما استوتش، لسه شوية فاضلها شوية كده ونشوفها مع بعض. كده تمام. قدام وادي بقى لا قدام وادي يا عم، انا خلاص قدامنا دي. اوكي طيب هنا هنعمل العجينة زي ما قلت لكم، انا مش محتاجة هنا ادوات اشتغل بيها، فهناخد معايا كورة 5 دقايق عمال يخلص. طيب اوكي ده هحط هنا كورة من الحجم ده تمام، وبعدين اسيبها. هقولكوا هشكلها ازاي دلوقتي. بس طبعا خلي مسافة بين البسكوتة والتانية علشان تبقى شكلها متبقاش لازقة في بعضها في ما تستوي. عايزه اقول لكم البسكوت بتاع البرتقال ده حلو جدا وسريع ومبياخدش معانا وقت، يعني محتاجه كده عايز تاكلي حاجه حلوه بالليل فتقومي مقاديره تبقى جاهزه عندك وتشتغلي بقى على طول. تمام كده. كده خلاص قربت اخلص وهدخلها الفرن. طبعا احنا عارفين البسكوت، احنا عارفين طبعا البسكوت ما بياخدش معايا وقت في الفرن، لازم يدخل على 180 170. كل ما تقللي درجة الحرارة بتاعة الفرن بيستوي معاكي من جوه ومن بره. لو عليتي الفرن درجة حرارة الفرن هيتحرق وهتلاقي من جوه عجين من جوه مش مستوي. بياخد من 10 ل 12 دقيقة، وطبعا طبعا بيرجع على حسب نوع الفرن بتاعك، يعني ممكن اقل من كده كمان لو الفرن بتاعك اقوى شويه. تمام. انا كده خلاص هدخله الفرن. طبعا هنا الرز المعمر بتاعي خلاص هدخل هنا البسكوت. طلع ده كده اول، استنى لسه هياخد لون.
هطلع الفرن. ده الرز المعمر بتاعنا. هدخل ده تاني كامل التسوية بتاعته بتاع البطاطس. عايزة اوريكم الحاجة سخنة. بس ده شكل الرز بعد ما استوى، خدش معايا وقت خالص. طب عايزين نشوف، شايفين هنا الرز؟ شايفين رز هنا فلفل ازاي مش معجن اهوت. ده الطبق الاولاني بتاعي خلص، الرز المعمر زي ما قلت لكم كان سهل وسريع ومش بياخد معايا وقت، وعملته بمقادير اقتصاديه. هي ما فيهاش ولا كريمه ولا جبنه ولا قشطه ولا اي حاجه خالص. طبعا في هنا ناس بيضيفوا على الرز المعمر يضيفوا زبادي، فايدة هنا برضو الزبادي بيخلي الرز المعمر معايا طري، بحس ان طعمه ايه يعني، بحس ان هو ما فيهاش ندغه، بيخلي فيه مفلفل معنا صح مع الزيت بيدي تيست حلو. هنا خلاص حطيت البطاطس زي ما قلت لكم هتاخد لون، والبسكوت معايا مش هياخد معايا وقت برضو. ايه لا يعني شويه شويه تمام. طيب البسكوت ده لو مثلا انت مش عايزاه برتقان هنضيفه مثلا فانيليا، هنضيف عليه كاكاو، كاكاو اي حاجه انت عايزاها في البسكوت. يعني ممكن تضيفي مثلا معلقتين كاكاو على الضيق، هيديكي تيست حلو وفي نفس الوقت معاكي بسكوت بالشوكولاته. طيب انت عايزه تضيفي عليه كاستر، شيلي مثلا الكاكاو وحطي معلقتين كاستر او نشا، يعني حس ان بديكي برضو فليفر حلو. ايه تاني هنضيف عليه تاني؟ يعني في حاجات تضيف عليها كتير. ضيفي ممكن نص ونص، او بسكوت اللي هو الجزء بالشوكولاته وجزء الابيض بالسما. طيب ايه تاني؟ البطاطس هنا بقى ممكن تضيفيها من لو مثلا عندك لحمه، تضيفي مثلا لحمه تعصج عليها، عندك مثلا صدور فراخ ممكن تضيفي معاها، مع مشروم، مع فلفل الوان، بديكي برضو حلو قوي مع البطاطس الجراتينيه اللي احنا عاملينها لسه عاملينها دلوقتي. لو عندك اي حاجه متوفره معاكي اشتغلي بيها. طب انت لو ما عندكيش خلاص اشتغلي بيها زي ما انا عاملاها كده النهارده اقتصادي، هي كريمه بشاميل وبطاطس وبس. عندك جبنه ضيفي، عندك كريمه ضيفي، عندك قشطه ضيفي، عندك اي حاجه عايزه تضيفي عليها على البطاطس ضيفيها. بس المقادير النهارده كانت بسيطه وحلوه وسهله في نفس الوقت. وعملنا كمان هنا بسكويت برتقان، خلاص هو يعني فاضله دقايق. استاذنوا سلطة البنجر. طيب البنجر الاول حاجه نسلقه على النار لازم يستوي سوا كامل، وبعدين هنقشره يتقشر، وبعدين هضيف معاه معلقه ليمون، ملح وفلفل وسنه زيت بسيطه. ولو تضيفي مثلا عايزه تضيفي عليها خضار مثلا زي بطاطس اي حاجه، لكن اللي ممكن بس تخلي السلطه لوحدها هي بس اللي هي ملح وفلفل وليمون وسنه خل بسيطه وسنه سكر مع سلطه البنجر. دي حاجه برضو سريعه تتاكل جنب الاكل. ايه تاني كده؟ خلاص صوت البطاطس طيب تمام. طيب هنقول عملنا ايه النهارده؟ عملنا رز معمر، وعملنا بطاطس بكرتان، وعملنا برضو بطاطس بسكويت بالبرتقال. طيب الرز المعمر كان عباره عن ايه؟ كان كوبايتين رز، كوبايتين ونص لبن، نص كوبايه ميه، وضفت معاها ملح وفلفل، ومعلقتين سمنه، ومعلقتين زيت، 3 معالق سمنه ومعلقتين زيت، وملح معلقه صغيره خالص ملح. اول حاجه ضفت هنا اللبن خليته يغلي، وبعدين ضفت على الرز، شوحت الاول الرز بالسمنه خليته يمتزج بالسمنه، وبعدين ضفت عليه اللبن، اللبن السخن، وضفت عليه كمان الزيت. فايده هنا الزيت زي ما قلت لكم خليها بيبقى مفلفل معايا مبقاش معجن،
ودخلته هنا الفرن على اعلى درجه طبعا، خد معايا اللون. وبعد كده هديت الحراره عشان الرز يستوي معايا على السوا الهادي. ده بالنسبه للرز المعمر. البطاطس الجراتين تمام، وتعالوا نشوف بطاطس الجراتين عامله ازاي معايا. وهنطلع بالبطاطس بالشكل ده. طيب البطاطس الجراتين عباره عن ايه؟ طيب بطاطس حلقات رقيقه جدا، بشاميل عباره عن لبن، مكعب دجاج، ملح، فلفل، جوز الطيب. حطيت هنا كمان معاها البشاميل معلقه صغيره بيكنج باودر، بيخلي القوام الكريمي البشاميل الكريمي معايا. لو حتى لو بات تاني يوم بيخلي القوام كريمي، مبيبقاش مكلكع كده وكتله واحده. طيب عملت هنا البشاميل على النار، سمنه زيت، حطيت الدقيق يتشوح، مش عايزه اللون بتاعه يغمق. وبعدين نزلت باللبن، لبن يكون دافي او بارد المتاح عندك. خلي يقلبي في البشاميل لغايه ما بقى معايا قوام كريمي، وبعدين ضفت عليه شويه ميه ومكعب الدجاج لغايه ما بقى قوام كريمي زي ما شفتوه من شويه. وبعدين نزلت عليه بالبطاطس الجراتين الحلقات سلايز الحلقات، وضفت عليها البيضايه. طب انا هنا ضفت البيضايه عشان لو ما عنديش جبنه او ما عنديش قشطه حطيت عليها على الوش، يديني بس لون بسيط كده اللي معايا. طب انا ما عنديش بيضايه وما عنديش جبنه ما عنديش اي حاجه خالص، وعندي بس صلصه، ضيفي صلصه، ديكي وش او بقسماط مطحون، مقسومات مثلا هو بتاع البانيه، دي في برضو يديكي لون حلو. طب في الاواخر يعني دول دقيقتين كده. اما هنا البسكوت انا خلاص خلصته، فاضل بس 3 دقايق ويطلع من الفرن. فطبعا وقت الحلقتنا خلص. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تكون الوصفة بتاعتي لذيذة وسهلة وخفيفة عليكم. كانت معكم منى ياسين من مطبخ لايف.